الاجتماع نصف السنوي غير الرسمي لحلف شمال الأطلسي الناتو تمحور حول مناقشة ميزانية الحلف وسبل توظيف موارده المالية لتحقيق أهدافه الأساسية المتمثلة بالدفاع عن أعضائه ومواجهة التحديات الجديدة مثل مكافحة الإرهاب في أفغانستان، حيث أشاد الأمين العام للحلف بالدعم المالي الذي تقدمه الدول الأعضاء للعمليات على أساس المصالح الاستراتيجية، كما رحب بالاتفاق الذي توصل إليه وزراء الدفاع والذي يؤمن الدعم المطلوب لجنود الأطلسي على الأرض. يجب ألا يكون هناك أدنى شك في أن قوات كيفور ما تزال قادرة على تحقيق الأمن والاستقرار على الأرض. بدوره رحب وزير الدفاع التركي وجدي جنول بضيوف بلاده الأعضاء في حلف الناتو وناقش معهم تطور العملية التي يقودها الحلف في أفغانستان ودوره في كوسوفو والتحول الدفاعي. أمل أن يكون الاجتماع مثمرا وأن يعزز الناتو دوره في تحقيق السلام والأمن. الاجتماع الذي استمر يومين تصدر جدول أعماله التنسيق العسكري والأمني في المواقع التي تنتشر فيها القوات الأطلسية وبخاصة في أفغانستان، وناقش المطالب الأمريكية بزيادة عدد قوات الحلف الأطلسي في أفغانستان لإعادة الاستقرار إلى أراضيها بعد عقود من الصراع، لكن تركيا أعلنت سابقا أنها لن تستجيب لمطالب زيادة عدد قواتها في أفغانستان وتفضل التركيز على دعم عمليات الإعمار. تركيا ترى أن زيادة عدد القوات والدخول في ميدان العمليات العسكرية من شأنه أن يسيء لصورتها باعتبارها بلدا مسلما جاء لمساعدة شقيقه وانتشاله من الوضع المتردي الذي يعيشه. اجتماع الناتو ناقش أيضا كأحد محاوره الهامة مسألة توقيت وظروف الانسحاب العسكري التدريجي من إقليم كوسوفو الذي حصل من تركيا على الاعتراف الدولي الأول باستقلاله أحادي الجانب عن صربيا قبل عام. اجتماع حلف شمال الأطلسي الناتو ركز على السبل الكفيلة لتحقيق أهداف الحلف الأساسية المتمثلة بالدفاع عن أعضائه ومواجهة الأخطار والتحديات التي تهدد أي دولة من الدول 28 الأعضاء في الحلف. عمر أحمد النيل، اسطنبول.